عشان الوقت ناخد نرقص ستة عشان نراجع بس طرق دراسة الكتاب. وأنا أشكركم إن أنتوا احتملتوني في الموضوع ده وتجاوبتوا معايا أحلى تجاوب يعني. وأتمنى إن أنتوا لما تروحوا تبدأوا في ممارسة القراية بأي طريقة من الطرق دي، صدقوني هتفرق معاكم. ناخدها مرقص ستة مثلا من عدد سبعة، ناخد كم آية بس عشان نراجع الطرق بس كإكزامبل يعني. ودعا الاثنى عشر وابتدأ يرسلهم اثنين اثنين وأعطاهم سلطان على الأرواح النجسة، وأوصاهم ألا يحملوا شيئا للطريق غير عصا فقط، لا مزودا ولا خبزا ولا نحاسا في المنطقة، بل يكونوا مشدودين بنعال ولا يلبسوا ثوبين. وقال لهم حيثما دخلتم بيتا فأقيموا فيه حتى تخرجوا من هناك، وكل من لا يقبلكم ولا يسمع لكم فاخرجوا من هناك وانفضوا التراب الذي تحت أرجلكم شهادة عليهم. الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حال أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. أربع آيات بس عشان إيه ناخد عشر دقائق. أول طريقة صلي بالنص، بصوا على النص قولوا لي ممكن تصلوا تقولوا إيه. يلا شباب معجب جدا بمنظركم وانتوا بتبصوا كده، اصل هي دي الميزه ان انتوا تدققوا في القرايه. اتفضل. نبشر يعني عايز تقول كده. ها اديني يا رب سلطان على الارواح الشرير. ماشي اتفضلي. ها انا زي يا رب ارسلني. اتفضلي. يا رب خليني ما اهتمش بالزاد والزواد. تفضل. يا رب اجعلني مقبول عندك. تمام. تفضل. اديني يا رب روح الكرازة. تفضل. يعني لما كنت هنا كان صوتك عالي، رجعت هنا صوتك واطي. لا قولي بصوت من عندك، قولي قولي يا نبي هنا جيالي. لا انا ايه الرعب ده؟ قولي يا ست قولي بقى. ها اجعلني يا رب واحد من تلاميذك. تمام. ابعدني يا رب عن شكل سدوم وعمورة. اتفضل. رافقني يا رب في طريق خدمتك. جميل. تعالوا ناخد اكسرسايز، نعمل تدريب عملي. حطها بشكل عملي اكتر. نقول ايه؟ هحاول ما افكرش في الفلوس خالص لمدة اسبوع. ماشي. عشان بيقول ما تحسبوش للمنزواد والخبز والنحاس. النحاس اللي هي العملة يعني. حد عنده تدريب تاني؟ كويس. يعني كل لما اشوف واحد تعبان اقول له يا رب اديني حكمه ساعده. انا بس بحطها بشكل محدد يا جماعه. اتفضل. برضه اقول ايه؟ كل لما اروح خدمه اعمل مطانيه الاول واقول له سامحني يا رب ما استاهلش اخدمك. انا بحطها برضه بشكل محدد، نفس الفكر. عشان تعرفوا الاكسرسايز لازم يبقى فيري سبيسيفيك. اتفضل. برافو. لما يكون معايا زميل ابدي رايه قبل رايه. زميل في اي حاجه من اول مراتي للشغل ابدي رايه على رايي. طيب لماذا؟ الطريقه الثالثه. طلعوا لنا ثلاث لمازات كده. اتفضل. لماذا ارسلهم اثنين اثنين؟ اتفضل. لماذا طلب الا ياخذوا شيئا؟ اتفضل. لماذا يجب أن ينفضوا التراب من أرجلهم؟ تفضل. دخلتم بيتا أقيموا هناك، لماذا طلب أن لا يتحركوا من بيت واحد؟ طيب كفاية كذا، معلش احنا استنى بنعمل اكزامبل بس. ليه بعتهم اتنين اتنين؟
نرفع لا نو 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 نرفع يدينا سترة ها لو واحد وقع التاني يسنده مين رفع ايد قول يا نبي طيب خلاص ها اولا الاثنين يرجعوا اللي المسيح قاله عشان محدش يقول كلام غير اللي المسيح قاله اثنين باسمي اكون معاهم في وسطهم تفضلي عشان محدش ينسب الفضل لنفسه في النجاح ليه قال لهم ما تاخدوش لا مزود ولا نحاس ولا خبز ارفعوا ديكوا لو سمحت تفضل برافو عشان يحسوا ان ربنا شايلهم في الخدمة he will take care of everything عشان الموضوع ما يقلبش مظاهر وحسابات عشان ما نفكرش في اللي ورانا نركز في الهدف في الحتة الروحية نعم ما دام من ناحية سؤال اتنين اتنين دلوقتي احنا السؤال ليه ما ياخدوش معاهم حاجة حد يضيف على الإجابة دي تفضلي نعم عشان ما يتكلوش ان معاهم فلوس تحل او معاهم مزود زيادة يبقوا عندهم اتكال كامل عليه ليه قال لهم تنفضوا التراب من أرجلكم لو بلد ما قبلتكوش عدد 11 تفضل يا حبيب برافو عليك التراب هنا يقصد ما تاخدوش من زبالة المجتمع انتوا رايحين تدوا رسالة ما تاخدوش من فكرهم وتمش يعني ممكن واحد يروح يخدم بدل ما يدي فكر المسيح يتلوث بفكر العالم قال له تنفضوا من رجليك ده لحسن ايه يلعق بيك يعني يلزق لك فكرة غلط تلخبطك تفضل برافو النفضر الرجلين ده معناه ارمي وراك حاجة ضايقتك حد مش عارف لا رمالك كلمة بايخة يعني ايه نفض يعني عارفين طبعا انتوا مصريين نفض يعني من نص كده تفضلي حاضر ارجع بس اشوف اللي ما اتكلموش خالص لما بنفض التراب كأني بقول دمكم على راسكم الحركة دي كان ليها مغزى عند اليهود معناه انت شاهد على نفسك انا قلت لك انت مسؤول تفضلي برافو عليك ده معناه ان حتى لو متوقع مش هيقبلوني هدخل واتكلم وانفض التراب بعد كده بحيث مش هقول لا من الاول ما ينفعوش طب ليه قال لهم ما تسيبوش البيت اللي بتدخلوه اقيمه هناك حتى تخرجوا لما تدخلوا بيت عدد 10 ها اساسا يخلص خدمته كامله بس حكايه يدخل بيت ما ايه ما يقعدش كل يوم في بيت ايه الفكر ها ما تيأسوش ها برافو عليك هي اكتر نقطه هنا ما تتحولش الحكايه الى مجاملات والى مشغوليات بالمجامله لا انتوا اي بيت ياخدكم خلوكم فيه ركزوا بقى في الخدمه لان ممكن لما يتعزموا في كذا بيت يطلعوا بره الخط برافو عليك عشان كمان يبقى مكانهم معروف لو حد احتاج لهم وغالبا البيت اللي بيدخلوه بيبقى كنيسه بعد كده طيب الطريقه الرابعه النص ده يدي رجاء والنص ده يدي خوف ها فاكرين رجاء وخوف يلا مين شاطر هيقول messages of hope اولا تفضل طب قولي فير ها اللي ما يبقاش كلمة ربنا هيبقى زي سدوم وعمورة حاجات تخوف طبعا رسالة تخوف تفضل ان ربنا بدل بتخدم ربنا هيشيلك من كل الجوانب ما تقولش هم ولا صغيرة ولا كبيرة بدل بتخدم برضو حاجة تخوف شوية انك توقع ان هيبقى فيه مضايقات الموضوع مش هيمشي سهل قوي انه اي بيت يستضيف خدام ربنا البيت ده هيبقى بيت ربنا وهيقعد فيه ربنا مش هيسيبه برضو حاجة تدي رجاء طريقة كمان حد فاكر طريقة تانية ايه
وصية، وصية وعد. مين يلاقي وصية وعد في النص وحقيقة؟ وصية وعد وحقيقة، عشان الباراجراف صغير ممكن نطلع وصية واحدة، وعد واحد حقيقة واحدة. حضرتك قول. ها، برافو عليك. لا تحملوا، دي وصية، لا مزود ولا نحاس ولا خبز، يبقى دي وصية صريحة. ها، في وصية تاني او في وعد تاني؟ تفضل. ماشي، ما هي دي الوصية نفسها مضمونها، بيقول اتكل يا دلي. لا تلبسوا ثوبين، يعني ما تبقوش برضو مشغولين بالمنظر، فدي وصية تانية. تفضل. ممكن تبقى وعد ضمني، وعد مش مباشر، حكاية سلطان على الأرواح النجسة، انك انت ما تخافش من الشيطان خالص طالما انت ايه شغال مع ربنا، في وعد انت ليك سلطة عليه. تفضل. برافو عليك. اقيموا، دي وصية. انفضوا تراب ارجلكم، دي وصية، اي فعل امر، احنا اتفقنا. طب في حقيقة هنا في النص؟ فاكت، فاكت. تفضلي. هم في حقيقة انه هيحصل رفض لنا احيانا، في حقيقة تانية؟ تفضل. بس ماشي، يعني عاوز تقول الكرازة بدأت، لكن في حقيقة اخرى، ان اللي يرفض كلام المسيح حاليا عقابه أسوأ من سدوم وعمر، دي حقيقة، دي حقيقة، مش كده؟ ستكون لسدوم وعمورة حالة أكثر احتمالا من البلد اللي ترفض كلامكم، برضو دي حقيقة. يبقى أنا ميزت الحقيقة والوصية والوعد كده، احنا فاضل لنا طريقة واحدة نطبقها على حتة تانية. ماذا تفعل لو كنت مكان، أديكم أنا حكاية وانتوا قولوا لي تعملوا فيها ايه. ماذا تفعل لو كنت مكان يونان أو ربنا أو البحارة أو أهل نينوى؟ عندنا أربع شخصيات تقريبا، ربنا له المجد، ويونان، والبحارة، فاكرين الحكاية، وأهل نينوى. اختار أي شخصية، قول لي لو أنا كنت مطرح ربنا. ها، يلا قول. تفضلي. ها، لو كنت مكان ربنا ما كنتش هسامح يونان على اللي عمل. تفضلي. لو كنت مكان يونان ما كنتش عندي رجاء ان ربنا يقبلني تاني. مش هعمل ايه؟ لو كنت مطرح النواتية او البحارة ما كنتش هحاول انقذ المركب، خلاص انا عرفت انه في مشكلة وربنا زعلان. هاني، برافو عليك. لو كنت مكان اهل نينوى ما كنتش هاخدها جد قوي كده، لان دول هم صوموا البهايم حتى، يعني عملوا كل حاجة بمنتهى الالتزام. لو كنت مكانها، لو كنت مكان يونان ما كنت من الاول سمعت الكلام. ماشي، حد عنده فتوى اخرى؟ تفضل. ها، برافو عليك. لو كنت مكان يونان ما كنتش هزعل على يقطين، انا ما اشتغلتش فيها يوم يعني. لو انا مطرح ربنا كنت سبت 40 يوم. ما، ها، لو كنت مطرح ربنا كنت جبت واحد عدل عن يونان. ماشي، ها، لو كنت مكان يونان ما كنتش هعرف اصلي لما ترميت في البحر، كنت ايه، هموت في الخوف. لما كنت مكان يونان ما كنتش ههرب في مركب لبلد تانية، هم اللي رموه حبيبي، ما مهمش في ايدي، هو ما نطش يعني. قولي حبيبي يعني. برافو عليك. لو كنت مكان يونان ما كنتش هكشف سري واعترف لهم بالغلط، ودي على فكرة تمجد يونان، ان يونان اعترف قدام الكل انه عامل عملة كان ممكن يخبي. لو كنت مكان ربنا ما كنتش اديت فرصة تانية لا اليونان ولا النينوى.
تفضلي. لا اسكيز ماشي انا اسمع الكل. لو كنت مكان ينام ما كنتش قلت لهم ارموني في البحر، قلت لهم سيبونا نغرق مع بعض. هم عملوا كده، هم امنوا فعلا، هم امنوا فعلا. اوكي اراجع خلاص اراجع. بصوا يا جماعه، كل الطرق دي هتخلي قرايتنا للانجيل اعمق افيد ابطا، هتخلي فكرنا يسترجع كلام الانجيل اكتر، هتخلينا مستمتعين بالقرايه اكتر. اما ان انا بصلي بالنص اللي بقراه او باخد اكسرسايز او بقول ليه واجرب افكر اجاوب، لو هي حكايه بحط نفسي مطرح اي شخص، بدور على وصيه وعد حقيقه، بقول ايه الكلام اللي يشجع وايه الكلام اللي يخوف. مش لازم في الكل استخدم كل الطرق، لو طريقه واحده بس مشيت بيها هلاقي قرايتي اتحسنت عن زمان. فانا مش عاوز يكون الموضوع نظري، انا نفسي من النهارده نتفق كلنا هنقرا باحدى هذه الطرق. حتى لو قلت انا اسهل طريقه اقول يا رب ارحمني وخلاص، ماشي، يبقى برضو اسمك صليت بالنص، يبقى خدنا خطوه لقدام. عاوز تقول حاجه حبيبي؟ ها أشكرك حبيبي. لو كنت مكان يونان كنت تعلمت الدرس من الحوت واختشيت بقى يعني. لا بصي، طالما انت ليدر وانت عندك فكر الكتاب مظبوط، مش هيحصل قوي ان احنا نشت. ولو قلقنا من رد مش مريح، عندنا مراجع الكنيسة نرجع لها. لكن في رأيي يعني انا نهار يعني بقالي يومين تقريبا ما بقطمش ولا راي بيتقال، ما سمعناش ولا راي منكم طلع غلط في حد ذاته. يجوز مش دقيق لانه ما كانش راكب على النص قوي، لكن ما فيش ولا راي ضد الايمان. فما تخافوش من الحريه في التعامل مع الانجيل، لكن طبعا يفضل دايما لو انت بتحضر تستعين برضو بكتب انجي. مية في المية، مية في المية في رأيي تبدأ مع النفس ما تبدأش في المجموعات. أول واحدة أتمنى كلكم تستخدموها صلي بالنص، أسهل واحدة وأكتر واحدة بيرسونال. ما أقلبش الإصحاح غير لما أقول كلمتين لربنا من النص. طريقة تانية اللي very personal، what would I do، الإكسرسايز هعمل إيه بعد اللي قريته، برضو دي حاجة very personal. يجوز لماذا ونحط نفسنا مطرح، كل دي حاجات لطيفة، لكن ممكن مع مجموعة يبقى الحوار ألطف. لكن ممكن طبعا أنا ياما تخيلت نفسي مطرح الشخص، وده بيخليني أعرف حتى أتكلم أوعظ، لأنه تخيل الواحد في مطرح مكان الشخص هو اللي بيخلي المنظر يختلف خالص. فكل الطرق تصلح على المستوى الشخصي وتصلح على المستوى الجماعي. حد عنده سؤال في الطرق؟ تفضل. أو في... طب قولي حبيبي. ها يقال في التقليد اليهودي ان ابن ارملة صرفة صيدة هو يوناني النبي، يقال كده اللي قومه ايليا، يقال عشان كده يقولوا لا كان عارف انه هيطلع من الحوت لانه مات وقام قبل كده، فهو ايه واخد على الشغلة دي. تفضلي مون. Yes. Yeah. Yeah. دي احد الطرق على فكرة، انك لما تقرأ النص اقرأ بلغتين لو تقدر، لان وجود لغتين فعلا بيكشف لك حاجة ناقصة في لغة فبيكمل لك المعنى جدا. دي طبعا خلفية اي دارس كده. ايوة دالي. الترجمة الافضل، افضل ترجمة اللي بنسميها حاجة اسمها أرثوذكس ستادي بايبل، دي نقلا عن السبعيني، أو النيو كينج جيمس برضو دي أكثر استخداما في كل الكنائس القبطية. البعض بيميل للستاندرد، بس يعني
عادة بتبقى نيو كينج جيمس، وفي العهد القديم حاجة اسمها الأرثوذكس ستادي بايبل اللي هي نقلا عن السبعيني. أظن دول أكتر اتنين موثقين أو دقيقين في اللغة. لكن عايز أقول لكم حتى لو قريتوا أكتر من ترجمة إنجليش المعنى بيبان أكتر، فاش حاجة لما تحط كذا ترجمة. الراشن والجريك هم اللي عملوا البايبل ده، الراشن والجريك أرثوذكس ستادي بايبل، كتاب كبير وفي كومنترز تحت بتوضح لك الآية الصعبة القديسين قالوا فيها إيه، فمنه في كده في تفسير كمان أتمنى تقتنوه يعني. تفضلي. برافو عليك. بصوا يا جماعة، ده كله معتمد إن أنا برضو فهم المعنى. زي ما بنتنا بتقول الحقيقة في كلمة في أحيانا سفر تلاقيه طلاسم مش فاهم ولا حاجة، فانت حتى مش عارف تصلي هتصلي اذا كنت مش فاهم الكلام، او تدريب هتاخده ايه وانت مش فاهم. ففعلا في خطوة اخرى مرضتش اتكلم فيها، ازاي افهم الحتة الصعبة. الاسفار الصعبة لازم عنصر مساعد، يا كتاب تفسير يا سيدي، عشان حتى الجملة المعقدة تتفك او الكلمة الصعبة اعرف معناها. فاسفار الانبياء مثلا هتلاقي الملاحظة دي جزء كبير منها، انا مش فاهم الخلفيه. يعني زكريا حاولت ابسطه شويه، يجوز لو قريته لوحدك تلاقيه مش فاهم لان انا مش عارف حتى الخلفيه. بعض رسائل بولس كده، هنا اقروا لغتين، حاولوا تستعينوا بكتاب خارجي يديك الفكره او المقدمه على الاقل، بعد كده ابلاي كل الطرق تاني بعد ما اعرف الفوكابولري نفسه والمينينجز الدايركت مينينج بتاع اي فيرس، هبتدي ابلاي الفكر. تفضل. يعني تقولنا مصر بقى كل شوية. أشكرك طبعا، ده سؤال صادق وحلو، إن الفايدة عادة ما بتطولش معانا كلنا. خد تدريب صغير عشان لو خدت تدريب كبير مش هتقدر تكمل كتير. لو خدت فكرة بسيطة والتزمت بيها في رأيي تقدر تكمل عليها. يعني لو قلت بس كل مرة تقرأ إصحاح كل يوم صلي دقيقتين ثلاثة في آخره من المضمون، ده تدريب مش هيكلفك وقت، فتقدر تمنتين، تقدر تكمل طول السنة. ممكن واحد يقول أنا هطلع من المؤتمر كله عاوز أصلي صلاة الغروب أو عاوز أصلي باكر، حسيت الصلاة مهمة وأنا مقصر في الصلاة. كويس، يبقى خدت تدريب ممكن نتكمل معاك طول الوقت. ممكن واحد يقول لا أنا موضوع المحبة ده فارق معايا، أنا مش مركز فيه، كل يوم طول السنة عاوز أعمل خدمة في واحد حتى لو كان التكست مسج. يعني خدوا تدريب سهلة بسيطة وركزوا فيها، اكتبها قصاد عينك عشان تلتزم بيها. ولما يكون كابل ساعات الكابل يشجعوا بعض فيقولوا احنا الاثنين هنتفق على التدريب الفلاني نعمله سوا، او اسرة مع بعض يقولوا الفكرة دي تعالوا نأبلاي طول الوقت. عموما الري اكتيفيشن ده له اشكال كتير. ساعات وانت بتصلي قداس يرجع قلبك يتحرك، ده انا وعدت ربنا بوعد في المؤتمر بعد شهر نسيته، طب يا رب ساعدني ارجع له تاني، فيحصل ري اكتيفيشن مع القداس مع الخلوة مع القراية، فتلاقي نفسك بتجدد برضو المفعول. مايك. في ابليكيشن عملاك نسيتنا ابونا مينا كينونيا، بيعمل قراية وقول قديس وفكرة، برضو ده مفيد للي يحب يحط الابليكيشن على الايفون. لان سدوم وعمورة ما شافوش المسيح في عزه، ولا شافوا مجد العهد الجديد، ولا عرفوا قد ايه الخلاص بالنسبة لنا بقى سهل، وتعاقبوا عقاب شديد على خطاياهم. لما يكون بقى في العهد الجديد مع كل النعمة والتسهيل دي ويبقى سدوم وعمورة يبقى حساب الجداد اصعب. فهمت الفكرة؟ مش احنا قوي يعني، بس يعني شوية رجاء يعني انزل.
طبعا. بصوا انا بنصحكم جماعه، ابتدوا بالاناجيل الاربعه. الاناجيل الاربعه يوجوالي ما فيهاش طلاسم كتير، في نفس الوقت هي اهم ما في الكتاب المقدس كله. وتاخدوا بالكم انا حاولت اخلي دايما ابلكيشن من انجيل من الاناجيل، ومن اللي كان مرقص في المؤتمر هنا، لان بعض البيزكس اللي قالها المسيح رايحه من دماغنا. ايه المانع ان انا اقعد سنه اقرا الاناجيل واعدهم سنه كامله، بعد شويه لما احس ان انا خلصت دول كويس وذكرتهم ادخل على مستوى تاني، ادخل حتت عهد قديم واختار الاسفار السهله، التكوين، صمويل، امثال، حاجات اقدر امشي فيها لوحدي، وبعدين اطلع سنه ثالثه ابتدي مع بولس بقى يمكن عندي فرصه اسمع واقرا عشان برضو يبقى في شويه شرح شويه. يعني بصوا السمع كويس لكن القرايه لا غنى عنها صدقوني، لانه ممكن لما اطلع حاجه بايدي انا هتحسها اكتر، لما تصلي بنفسك من كلمات الانجيل غير لما تسمع وعظه. ما هو احنا نعمل ده وده لو نقدر، حتى بقول اصل لو اصحاح في 10 دقايق وخدنا اي ابلكيشن من السته دول تاكدوا الفايده كبيره قوي. اما السديهات والسمع ده في العربيه في المطبخ، يعني عاوز اقول اول داي راوند كده ممكن يفيد. نعم. الأطفال في رأيي أسهل. أولا الأطفال يحبوا الحكايات، أنا قلت لكم من أول الكلام نص الإنجيل حكايات، لو أنت مذاكره أنت مش هتسيب عيالك إلا كل ليلة وتديهم حكاية. كمان الطفل فيه ميزة جميلة، ما بيزهقش أنك تعيد نفس الحكاية، بس لو شاطر تدي الحكاية وأنت تارجتينج فكرة، يعني لما تحكي داود وجلياط ما تخليش ابنك يروح يتخانق في المدرسة، لا أنت يتارجت فكرة الثقة بالنفس او يتارجت فكرة الايمان ان ربنا معايا، بس بنركز على دي وانت بتحكي. فوانت بتحكي لازم تبقى مش مجرد قصة، لا القصة ليها هدف، والهدف مش بتقوله له في الاخر، بتقوله له وانت بتعرض، فبتثبت الفكر. لكن طبعا الطفل يحب الحكايات. لا ما شوف اقول لك تعملي ايه، اول مثلا 7-8 سنين العيال ما بتقراش هنحكي او نجيب الانجيل المصور، اول ما يبتدوا يقروا لا هنقرا ربع اصحاح او نص اصحاح ونتخيله مع بعض، او يلا يا اولاد نصلي من الحكايه اللي قريناها، وهتختاري لهم الحكايه، يعني ما تدخليش على نص ما يكونش حكايه، هتختاري من الانجيل الجزء اللي فيه حكايات. اتفضل. الأجبية عاوزة تركيز طبعا، لو فاهم المزامير هتتمتع بيها أكتر، لأن الفهم نفسه بيدي استمتاع، لكن لو أنت مش فاهم هتمل طبعا هتسرح. الفهم والتأمل بيدي عمق في الصلاة، لما تصلي الأجبية حاول تصلي بسرعة تقدر تركز في اللي بتقوله، ما تبقاش سريع قوي ولا بطيء قوي فتسرح، سرعة معتدلة. حاجة كمان أنك أنت جهز للصلاة، يعني يا رب ساعدني ركز، يعني استعد بس للصلاة، فكر نفسك ان ربنا قصادك، الاستعداد النفسي ده بيخلي الواحد يقدر يستفيدك. اخر سؤال معلش عشان الوقت. طبعا ممكن الاستعانة بدرس كتاب جوه الكنيسة، لكن مع القراية الشخصية بميل تبقى قراية منتظمة. ليه؟ لأن هي دي اللي بتخليك بتكمل، فما تفتحش الإنجيل كل يوم عشوائي، أنت خلاص الإنجيل في حياتك، هتمسك مرقص 1 النهاردة يبقى مرقص 2 بكرة يبقى مرقص 3 بعد، وهكذا، عشان تبقى ماشي في قراءة كمان إيه مترتبة على بعض. لكن في الكنيسة طبعا زي ما أنت بتقولي صح الصعب طبعا
طبعا ممكن نحتاج الى تفسير جوه الكنيسه او في السديهات. نقول ترتيله لو سمحت. بنعتذر عن بقيه الاسئله عشان دلوقت، وبنعتذر عن بقيه المقابلات عشان دلوقت، لان يعني الوقت مقصر. واشكركم، اشكر طبعا ابويا الغالي ابونا غبريال على تعبه في كل اللي بيعمله، وفرحان جدا بوجود ابونا اندرو معانا، وبشكر سيدنا اللي شجعني بمحبته على ان انا اجي يعني. واشكركم لان انتم مشجعين فعلا، بلاقيكم داخلين بالرغم وراكم عيال وراكم حاجات كتير، حريصين على الحضور، فده لوحده شيء مشجع بجد. طيب يا حبيبي، هذا زعلان.